نحو مستقبل خال من الجهل والأمية، حضر وكيل وزارة التربية لجهاز محو الأمية الدورة الخاصة بالمعلمات المستجدات التي نظمتها مؤسسة الخليج في مدينة جعار بهدف تطوير قدراتهن التعليمية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. حيث تشهد هذه المديرية نشاط واسع في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، حيث بلغ عدد الدارسات حوالي 1100 دارسة، بينما لا زالت المراكز تفتح في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلد. 40 معلمة شاركن من المناطق الريفية ليقمن بدورهن في الإسهام بإعادة تفعيل فصول محو الأمية، إذ تعد واحدة من محاولات الحد من الأمية المتفشية أوساط السكان، خصوصا بعد أن تحدثت تقارير مكاتب التربية أن نسبة الأمية في أبين بلغت نحو 40% من إجمالي السكان. تم استخراج قيمة العقود للعام 2015-2016 للمعلمات السابقات، والآن سنتعاقد مع أي عدد كان في مديرة خنفر بحيث يكون كل مركز دراسي 30 دارسة لهم معلمة واحدة. اختيار المعلمات من ريف المحافظة جاء نتيجة ازدياد نسبة الأمية خصوصا بين النساء في المناطق الريفية، حيث يشكلن أكبر نسبة من غير المتعلمين في المحافظة.